نعرف إذا جماعة مني وأباكم، إن شاء الله نكون معانا حل معانا النهاردة أول مسألة اللي هي رقم 9 و45، هتلاقوا شابتر 9 رقمها 45 في سيرفي، هتلاقوا أول واحدة عندكم في الباور بوينت اللي هيتبعت لكم إن شاء الله. طيب المسألة ديت بتقول إن أنا عندي صمويل اللي هي راديوس آر مديلة قيمة الـ آر، ولكن إن في حجم مدد منها كده صم كتلة إم. انا المفروض ان انا المساله دي انا هحلها كلها بنوتيشن، انا مش دابل الارقام، يبقى هو انت بالارقام براحتك، انا اهم حاجه اوريك هي بتتحل ازاي. طيب انا عندي الام وعندي الار، وبيقول لك ان هي بدات من ريست، معنى كده ان في الفي انيشال بتاعتي بتساوي زيرو، وبالتالي الاوميجا انيشال برضه بتساوي الزيرو، لان انت عارف طبعا ان الاوميجا بتساوي الفي على الار، هما الاثنين مرتبطين ببعضهم البعض. طب جميل، دلوقتي انا بيقول لي ان النظام ده بعد ما بدا من الريست نزل صن اتش ده بيساوي 3 متر في زمن مقداره 2 سم، وبيقول لي المطلوب ان احنا عايزين كتله الويب. طب انا المساله دي عندي طريقتين ان انا احلهم، واحده ان انا استخدم الفورسز ان انا اقول ان ديت كتله ليها ام جي، ومفروض ان هي بتاكسلريت بصن اكسلريشن لتحت، المفروض ان في تنشن لفوق، والتنشن ده هو اللي بيعمل تورك للنظام دوت، وبالتالي اقدر اقول ان التورك بتاعي بيساوي ار في تي، وفي نفس الوقت بيساوي الاي في الار. خلاص كده. طيب والاي جواها الكتله، لان احنا عارفين ان الاي بتاعتي بتساوي هاف ام كابيتال ار سكوير، وبالتالي انا لو حليت الايكويشن ديت وجبت الاي اقدر اجيب الام كابيتال ار. في طريقة يعني سهلة بسيطة، أنا تقريبا الموست حلتها، أنت كل اللي هتعمله بس إن أنت هتعمل equation of motion في translation، تطلع الـ T وتعوضها هنا، هتفضل لك الألفا، وأنت عارف طبعا إن الألفا ديت موجودة عندك، وعندك الـ Omega initial بزيرو، وعندك الارتفاع اللي طلع تقدر تجيب السيتا اللي مشيها، وعندك الـ T تقدر تستخدم الـ kinematics، لأن أنت عندك ثلاث معلومات وفاضل لك آخر معلومة. كماكس اللي استخدمها طبعا اللي هي بتاعت الدلتا سيتا بتساوي الأوميجا إنيشيال تي زائد نص ألفا تي سكوير، طبعا دي هتروح للزيرو، وبالتالي الألفا بتاعتك هتساوي 2 في الدلتا سيتا على التي سكوير. لما هنا طلعت الألفا بتاعتي هروح أعوض هنا كده، أنا حليت المسألة بتاعتي. يا ريت تحلها ويا ريت تقول لي النتيجة بتاعتها وصلت فيها ولا لأ، بس أنا مش عايز أحلها بالطريقة دي النهاردة. أنا كده كده أنا عارف إن أنا هرجع في الآخر للأرض، يعني انا عايز اطلع الاي عشان الاي عارف ان هي هاف ام ار سكوير، بس النهارده انا عايز احلها لك بطريقه الكونزرفيشن بتاع الانرجي. ازاي الكونزرفيشن بتاع الانرجي؟ بيقول لي ان الدلتا كي روتيشن زائد الدلتا كي ترانسميشن زائد الدلتا يو بتساوي الزيرو، يعني بيقول لك السيستم كان عنده سم بوتنشال، ولما بدا يتحرك اتحولوا الاثنين كينيتيك، كينيتيك ترانسميشن وكينيتيك روتيشن. طب جميل جميل، هبدا اعمل الشغل اللي احنا كنا بنعمله بالظبط، اللي هو ايه؟ الكي ترانزيشن انيشال بتقول لي تساوي ايه؟ صح تساوي الزيرو. الكي ترانزيشن فاينل بتساوي ايه؟ تقول لي هاف ام في فاينل سكوير. الكي روتيشنال انيشال بتساوي ايه؟ صح زيرو. كي روتيشنال فاينل بتساوي ايه؟ هاف اي اوميجا فاينل سكوير. اليو انيشال بتساوي ايه؟ براحتك عايز تقول ايه؟ نقول ان هي بتساوي زيرو. اليو فاينل بتساوي تقول لي ماينس ال جي اتش، تقول لي ليه ماينس ديت؟ هقول لك انا خدت الصفر هنا ونزلت نيجاتيف اتش لتحت، فبالتالي انا حطيت الماينس بتاعت، ولو انت كنت خدت ان انت هنا عند صم ام جي اتش ونزلت لتحت وصلت للصفر برضه صح، الاثنين صح، انت الاثنين هتوصل نفس النتيجه. لما تيجي تعمل الزبادي ده تضربه في الخلاط وتطلعه في الايكويشن ديت، هتلاقي عندك ان هاف ام V final square زائد half I omega final square بتساوي mg h. لو بصيت على الإيكويشن دي هتلاقي عندك ال h موجود انت عارفها، ال g انت عارفها، ال m انت عارفها، يبقى left hand side انا كله عارف، ال omega final مش موجود عندك، ال i هي دي اللي انا عايز اجيبها علشان جواها ال m اللي انا عايزها، ال v final مش موجود عندك، ال m موجود عندك. هل كده انا عندي 3 unknown في الإيكويشن دي ولا 2 unknown؟ بالظبط انا عندي 2 انون بس، لان انت عارف ان الاوميجا والفي احنا عارفين العلاقه بينهم، فانا اقدر اشيل دي ويبقى عندي
في فاينل والاي بس على الرد الرشيد دي يبقى عندي الاوميجا فاينل والاي بس اللي موجودين، يبقى اثنين انون في الايكويشن، فبقى محتاج لهم ايكويشن ثانيه نشوف هنجيبها ازاي، ويبقى انا كده حليت المساله. طيب انا الاسهل لي ان انا اشيل دي واعوض مكانها بدي، وهيبقى عندي الفي فاينل اقدر اجيبها من الكاينماتكس. هتقول لي الفي انيشال موجود عندي والاتش عندي والتي عندي، ثلاث معلومات اقدر اجيب الفي فاينل من الايكويشن اللي بتقول لي في فاينل ناقص في انيشال على الاثنين بتساوي الاتش على التي. انا هستخدم اللي شبهها بالظبط بس في ردوش هنمر، انا مش عايز استخدمها دي لان انت استخدمتها كتير. فمعنى كده ان انا هشيل الفي فاينل واحط مكانها ار سكوير اوميجا فاينل سكوير، وهبدا ان انا هقول ايه، انا محتاج اجيب الاوميجا فاينل عشان مطفر الايكويشن ديت اقدر اجيب الار. هجيب الاوميجا فاينل ازاي؟ شبيهه بديت. قول لي طيب الشبيهه اللي ديت شكلها ايه؟ هقول لك شكلها اوميجا فاينل ناقص الاوميجا انيشال زائد، انا اسف، زائد الاوميجا انيشال على الاثنين بتساوي الدلتا سيتا على التي. الاوميجا انيشال احنا عارفينها بصفر فديت طرد خلاص. التي موجودة عندي، فاضل لي الدلتا سيتا عشان اجيب الاوميجا فاينل. قلت الاوميجا فاينل هقوم حاططها هنا هقدر اجيب الار. الدلتا سيتا انا عارف ان هي بتساوي الاتش على الار. تقول لي ليه الكلام ده وتعمل حاجه ازاي جبت كده؟ الاتش دي المسافه الطوليه اللي نزلتها. المسافه دي لو انا لفيتها هنا على السيركتس بتاعتي او الريدياس دوت، هلاقي ان انا لما اقسم الجزء ده على الار هيديني السيتا اللي هو مشيها. وانا معنى كده ان انا لو عملت مثلا انجل كده وقلت ان هي دي السيتا، هلاقي ان الجزء ده كده من الحبل هو الاتش. فالاتش انا اسمه الار يديني السيتا، وده قانون معروف. طيب لو انا خدت الحاجات دي وعوضت بيها هلاقي ان الاوميجا فاينل بالنسبه لي بتساوي 2 في اتش على الار في التي. لو خدتها عوضت هنا هقدر اطلع الاي، وبعد كده اطلع الام كابتن. شكرا.